هيدي خبرية. خبريتنا الحلوة لليوم هي عن إعلان مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت الانتهاء من إكمال عيادة ومركز التقييم الوبائي BECC للاستجابة لفيروس كورونا بأقل من 10 أيام. المركز مجهز ب 11 غرفة ضغط سلبي إفرادية و10 أسرة رعاية متوسطة ووحدة عادية من 21 غرفة إفرادية. هالمركز موجود بالمبنى 56 بين شارع المعماري وكليمونسو. أنتو كمان فيكن تكونوا مشاركين بخبريتنا الحلوة وتكتبوا لنا أخباركم بالكومنتس. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.